حديثنا الآن عن كوكب الشرق، أم كلثوم سيدة الغناء العربي والست ثومة. كل هذه ألقابها الفنية واسمها الأصلي كاملة فاطمة إبراهيم أو فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي، واللي بتحل ذكرى وفاتها اليوم 3 فبراير. أم كلثوم غنت لكبار الشعراء المصريين والعرب وغير العرب، ولحن لها أقطاب التلحين، وهي كانت هرم مصر في تاريخ الغناء، وبيظل عطائها وغنائها حاضرين إلى الآن. بالطبع مش هيتسع معانا المجال لذكر كثير عن مسيرتها الطويلة والغنية، لكن هنعرف بعض من تلك المسيرة وكيف حولت أم كلثوم شعار الفن لصالح المجهود الحربي إلى واقع عملي على الأرض. وده هاتفيا مع الكاتب الصحفي سعيد الشحات. أستاذ سعيد، يعني برحب بيك معنا في برنامج الحقيقة. أهلا بك. يعني خلينا نبدأ دلوقتي بآخر حاجة أنت اتكلمت عنها، وهو كيف حولت أم كلثوم شعار الفن لصالح المجهود الحربي لواقع عملي على الأرض في مقالك الأخير. هو يعني القضية دي قضية أساسية في تاريخ أم كلثوم. بدأت تطبيق أو رفع شعار فن لصالح المجهود الحربي بعد نكسة 5 يونيو 1967. كانت بتحاول الإيراد كله لصالح مجهود الحرب، وكانت الحقيقه يعني ما تتفقش بس على حاله الغناء، لا هي بتغني، والحاله بتاعتها كانت بتخلي الناس تعمل تبرعات، من حصيلة التبرعات دي زائد إيراد الحفلة بتوجهه كله لصالح المجهود الحرب. الحفلات الخارجية كلنا عارفين عملت في تونس، عملت في فرنسا، عملت في أبو ظبي، عملت في أبو ظبي، عملت في الكويت، عملت في لبنان، عملت في ليبيا، عملت في المغرب. حقيقة جابت يعني أو سافرت كل هذه العواصم علشان خاطر تعمل حفلات بتحاول برضه طبعا لصالح المجهود الحربي. كمية الحفلات الخارجية ديت انها اصلا بتبقى ايرادها بالدولار، وبالتالي كان بيوفر عنصر صعبه في الخدمه. طيب يعني من ضمن الحاجات ايضا اللي جمعتها عشان المجهود الحربي هو جمعها 100,000 جنيه في حفلتها بالمنصوره لصالح المجهود الحربي، يعني تفاصيل كثيره عن هذا الموضوع. يعني هو حفله المنصوره دي يعني انا عايز بس اقول في الحفلات اللي هي عملتها في مصر، المنصوره، في دهنهور، في طنطا، الاسكندريه، كلها لها طقوس خاصه وذكريات يعني كثيره. لكن خلينا حفله المنصوره، حفله المنصوره دي اتعملت في الاستاد، حضرها حوالي 10,000 من الجمهور من مختلف المحافظات. نعم، يعني بنشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أستاذ سعيد الشحات، يعني كنت معنا في برنامج الحقيقة.